بصراحه انا اول مره غادي نسمع هذا القرار هذا، واللي اللي فاجئني كثير انك اللي تصدمت فيه اصلا مني قلتي لي انه تم القرار باش يحيدوا التربيه الاسلاميه والامتحانات ديال التربيه الاسلاميه. صراحه قرار ما نكذبش عليك غير صائب 100%، لانه حنايا صراحه كنا صغار كنا نحفظوا القران، كنا نهزوا معنا القران يوميا، عندنا القران يوميا. فاش كنا كنقراو في الاعدادي كنا نحفظوا التومون، كنا ناكلوا عليه العصا، كنا عليه، وفي الاخر ولات كتنقص كل السويع ديال اصلا ديال التربيه الاسلاميه، ما بقاتش كيف كانت شحال هادي. كان ديما كتقرا عندنا، انا عقلت على راسي كانت عندنا 3 سويع ديال التربيه الاسلاميه في السيمانه، غدا وكتنقص حتى وصلت ساعه. ربما دابا انت ما كتشوف باش يقول لك غتحيد التربيه الاسلاميه، راه ما خاص صراحه، خاص السده العاليه تدخل. بالنسبه لهذا القرار اخويا انا جاني صادم، لان انا شفتو غير في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني التربيه الاسلاميه هي مبدا ديالنا بعد، حنا كمسلمين يعني خص ضروري الدراري الصغار يتبعوا للدين والدين الاسلامي ديالنا. اما باش تلغى ديفينيتيفمون من 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 المغرب، فهادشي فشي حاجه شويه ماشي في الصالح ديالنا وماشي في الصالح ديال وليداتنا، وغادي نبعدوا على الدين ديالنا اللي هو الاسلام. هادشي اللي كاين اخويا اللي نقدر نقول لك. سيغ يبقى تبقى، وباش بنادم يبقى بعدا شويه عند متشدد شويه وعنده يعني الاصول ديالو اللي هي الدين الاسلامي. حنا دوله مسلمه، خاص تبقى عندنا تربيه اسلاميه. حنا ما نزيدوش حنا كنكثروا فيها هي يعني في المقرر ديالها ديال التربيه الاسلاميه، يزيدوا يديروا اضافه ساعات اضافيه اكثر، ماشي مثلا حصه في الاسبوع ولا جوج، تكون في يعني في كل يوم، باش الدراري الصغار يطلعوا تبارك الله عارفين واعيين في الدين الاسلامي ديالنا، وهذا اللي كاين. وبالنسبه لهذا الاجراء هذا ولا هذا القانون هذا اللي تاخذوا السي امزازي، ما كنظن باللي حنا دوله اسلاميه، وبحال القرارات هادو يعني ما عرفتش كيفاش فكروا، واش بغاو يجردونا من الديانه الاسلاميه ديالنا، ولا بغاو يجيبوا شي ديانه اخرى اللي ترومبلاسي الاسلام في واحد البلد اللي تنقولوا اسلامي اللي هو المغرب. فكنظن على هذا القرار خصو يتراجع عليه. هذا القرار ديال السي امزازي في هذا الاطار ديال حيد امتحانات ديال الدروس الاسلاميه بالنسبه للابتدائي والاعدادي، ربما وصلنا لواحد الحاله ديال التلاعب بالمناهج الدراسيه الاساسيه في اطار مع الاسف. واش هاد الناس ياخذوا قرارات راسهم، ولا عندهم ناس تيتعاملوا معاهم وتيتشاشروا معاهم باش يواصلوا هذا الموكب ديال الدراسي للمجتمع على اي حال المجتمع المغربي ويسمى بالمجتمع الاسلامي. عندما ننظر لهذه الحاله هذه بانه الطفل او التلميذ لن يدرس هذه المواد بحكم على انه رجل الغد سيكون في مناصب عليا، ولن يعلم على انه ما هي الحالات الاوليه في اطار ديال التعليم هاد الحصص. تنظن بانه هذا خطا كبير وفادح بالنسبه للتعليم المغربي. وهذا القرار اللي اتخذ ماشي في المصلحه ديالنا كدوله اسلاميه، وحنا ملي كنا اطفال صغار كنا كيدرسونا التربيه الاسلاميه اللي كيخصنا نعرفوا الهويه ديالنا ونعرفوا الدين ديالنا، وهذا الشيء هذا راه واجب على الناس المسؤولين، باش لان خصنا باش فيه باش غادي نحاولوا ما نخلوش الجيل ينحرف. خصو يعرف على انه راه مسلم، ماشي ما يكونش من دوك لي زاطي ولا هذا. انا هذا النظريه ديالي، ونتمناو يتراجع هو ويحاول على ان حتى الناس المسؤولين على الاولاد ديالهم، حتى المواطنين راه عندهم مسؤوليه، لانهم هما غادي يتسالوا هذو، لان هذا الجيل هذا شنو ذنبه؟
لانه حنا اللي مسؤولين عليهم، حنا اللي خصنا نوجهوهم وخصنا هذا يعني خص كما بغيناهم يكونوا ديزانجينيور دي ميتسا، بغيناهم يكونوا فدا، خصهم يعرفوا حتى الدين ديالهم، لان الدين ما غاديش يكون عنده تاثير على مثلا على تسيير الامور ديالنا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.